احد ضحايا الانتهاكات الجسيمة في جبهة البوليساريو، ضحية وابن ضحية. المعاناة بدأت من بدايتي كشاب نشأ في اللجوء. انشأت 10 سنوات فاقد الأب، وكما ينقال لي وينقال للعائلة أن بويا شهيد، ونفتخر كجميع الشباب من جد دفعة من النواحي كل هيقيس يتلقى البوه، يتلقى الخالو، يتلقى الخوه، يتلقى العمو، وأنا ينقال لي عن بويا شهيد. عقب 10 سنوات ذا هو بويا حي يرزق. كنت مشارك في الكشافة شور أحد الاحتفالات المعدل في ولاية أوسرد 89، منين جيت ذا هي متلقية لأختي اللي أكبر مني، سولتها قلت هذا اللي عندنا هو منه، قالت لي هذا أبوك، وكانت هي صدمة لي والوالدة والعائلة كاملة. هون هو اللي يعني نبقى نطرح تساؤل، علاش خلق ذا الظلم؟ وهل الناس مشات من أجل أنها ياك يمارس عليها هذه الانتهاكات؟ لأنه ما وقع في الرشيد وقورة ويلة و12 والرويض سيكتب التاريخ، ولين تلقاش له عد البحث عن جميع الجبابرة عبر التاريخ له يجبر أن اللجنة التنفيذية بالأخص أن هذا العدلت أنه ما يقد يصور من أشكال التعذيب، لأنها ما هي مبنية على أي سند قانوني. ويتلقاش له يبحث عن الجرائم أو الثقة القانونية اللي هي الجرائم ضد الإنسانية أركانها الأربعة، يجبرهم الجسد في هذا اللي عدت الجبهة، أركانها ركنها المادي نكره المعنوي، ركنها الشرعي نكره الدولي. هذه اللي خلق في الجبهة لا يبقى وسمة عار. والكارثة اللي تحز في نفسي عنك اليوم من انت تدلي بشهاداتك او تسلط الضوء على هذه المعاناة اللي خلقت لنا وخلقت لوالدينا وما زالت تخلق لحد اليوم، يوقفوا لك ابناء جلدتك ويقول لك ما عندك الحق تتكلم في هذا الموضوع، انت مدفوع باجندة ثانية. هل الان الضحية مدفوع او الجاني؟ ولا دخلنا في هذا السياق، يعود الجاني هو المدفوع لأنه ما بناه لا على أي سند قانوني ولا سند أخلاقي. ونقولها بالفم المليان، يجب على جميع الناس اللي فيها اللي عندها ضمائر حية أنها تقيس في هذا الموضوع، ونواعدكم أنكم له تعرفوا عن الوقع في الحمادة أنه ما قد وقع في أي أرض يسوه يشنهي. ما يتعلق بالشق الترافع هذا الموضوع، لأنه خلق البند السابع في الجرائم اللي تصنف جرائم ضد الإنسانية، وهي كما قلت مسبقا هي الجرائم اللي تصنف أربعة، اللي هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي والركن الشرعي، وهذه حاصلة ما وقع في مخيمات التندوف. هون واجب على كل إنسان أنه يتحرك في هذا الصدد، وأنه تنفضح هذه الجرائم في جميع المحافل الدولية. هذا واجبكم أنتم كأي إنسان يحس ويتألم بما يوقع الخوه في الطرف الثاني، يارتك تحس به، لأنك أنت من تعود ما تحس اللي يحسوا به أخوتك معناها أنك أنت فاقد الإنسانية، وخاصك تتعالج لأن ما تعرضنا له قطعا عنه خطير وخطير وخطير جدا. وطالب أن جميع المنظمات الدولية أنها تقوم معنا وتمشي معنا في هذا الصدد، وأنها تقض شور مخيمات تندوف، لأن الانتهاكات ما زالت إلى اليوم
الى حد الساعه نتكلم انا معكم منها حالا. شحال تقريبا يكون عدد الضحايا من ذاك الوقت لدابا؟ عدد الضحايا اللي اعطيتك رقم عليه نعود ماني منصف مع الضحايا، لان الارقام لا تحصى ولا تعد، ولانه مجال الموقع في الرشيد وقورة البيل اليوم ما خلق انسان حتى في المخيم ما هو عالم بذا، لانها خلق الضحايا اللي انكتل وطات الكلاب نزلت الكلاب، خلق الضحايا اللي انقبضت وانسلخت حيه، خلق الضحايا اللي داروا لها سجون وارتدم عليها بالسيمه حيه، وهذا طالبناه مازلنا نطلبوه ونطالب المجتمع الدولي واهل الدمار الحيه انها تمشي معنا في هذا الصدد.